بينيخ والكرة ناحية الهلال. الزوري يتقدم، فرصة لإضافة هدف ثاني ثاني. يا سلام، جميل يا سلوم، موهوب 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 موهوب، حطها حط حقيقة، حطها حط في الزاوية البعيدة، حطها 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 حط حطها حط. الزوري عطاها إياها وقال لها حطها. نعم قلت، كنت أقول بأن الهلال لم يضمن الأمور وبالتالي يريد الاطمئنان قبل الذهاب إلى الغرف المغلقة. زوايا مفتوحة وليست مغلقة، زوايا مفتوحة بالنسبة للوضع الدفاعي الوحداوي. الكرة من الزوري، الكرة تحولت بك يا مرقب، وسجل لديك يا مشاهد. الهلال يتقدم بهدفين مقابل لا شيء في هذه الآونة في نهاية شوط المباراة الأول. 2 للهلال، الأول عن طريق القحطاني في الدقيقة 7 والثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.